أعيد بشكل رسمي اليوم افتتاح معبر البوكمال القائم الحدودي مع العراق أمام حركة عبور الأشخاص والبضائع بعد إنجاز جميع الترتيبات من الجانبين السوري والعراقي. هذا المعبر لم يكن ليفتح لولا تضحيات الجيشين العربيين في سوريا والعراق، وهو انتصار لشعبينا على الإرهاب في كافة تنظيماته ومسمياتها، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي. هذا المعبر اليوم بافتتاحه سيسهل الحركة التجارية ويزيد التبادل التجاري بين بلدينا، وانسيابية وحركة البضائع والسلع والأشخاص، بما ينعكس بالخير لكلا البلدين الشقيقين. من جانبه أكد كاظم العقابي رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية أن افتتاح المعبر له أهمية كبيرة في التبادل التجاري وإنعاش المنطقة اقتصاديا، لافتا إلى أنه كلما تحسن الوضع الأمني على الحدود العراقية السورية سيتم افتتاح معابر إضافية بين البلدين.